تجهيزات حفل نيكولوديان، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد يومين راح يقام حفل نيكولوديان، وهذا الحفل اللي بينتظره كل الجمهور وراح يبث على قناة OSN TV. وأسامة نشر شوية ستوريات على الإنستغرام من تجهيزاته للحفل. كمان اليوتيوبر غيث مروان اشترى بدلة اللي راح يلبسها بهذا الحفل، وكمان سارة الورع زوجته جهزت نفسها. والجمهور بيتساءل هل أنا صالة راح يكونوا متواجدين في حفل نيكولوديان أم لا، لأنه لحد الآن ما أعلنوا عن سفرهم. نمر إلى عائلة البيوتي وتحديدا شيرو اللي تفاعل بستوري على صفحته بالإنستغرام، حكى إنه البيت بلش يجهز وحط اللمسات الأخيرة. إنه أسبوع أو 10 أيام عم نظبط بالبيت هاد ويفتح عرضه وبقى يخلص، بس الحمد لله بس هيك عم نحطه آخر لمسات. تقريبا خلصنا، ركبنا البرادي، عملنا شغلات هيك حلوة، فما بعرف أنت رح تشوفوا البيت يعني، بس المهم الحمد لله حاول طمنكم إنه عم بنام منيح، لأنه يعني أول ما انتقلنا للبيت ضلينا شي أسبوعين 3 أسابيع عم ننام بلا برادي، والحيط تبع غرفتي أنا وجلال كله بلور، فاليوم راح الصواد. تشيز مايتس.